للتشكيله الاولى. يونغ سون دروي بحرفه الغربه على الجهه اليمنى لينونغ، الجهه اليسرى يونغ سون بيونغ. وسط الدفاع الجول من كاف علي بونو حلي شوفو كذا كره فيها الدفاع. وسط الميدان الجول من مالك ومجاني امامهما ابراهيمي سفيان موجود على الجهه اليمنى جابو على الجهه اليسرى واسلام الثمالي راس الحربه اربع لاعبين اسلام مباراة جميلة جدا وشيء يشرف وشيء يثلج الصدر. يمكن لنا 32 سنة ما شفنا فريق، أنا لا سعودي ولكن قلبي وكلي مع الجزائر، خصوصا في هالمونديال صراحة. أن الفريق وإذا لعب بهالجدية حيوصل إن شاء الله للدور الثاني يمكن والدور الدور الأربعة، بس بهالجدية وأتمنى له إن شاء الله كل خير. والله الحمد لله المباراة جدا حلوة. أنا سعودي لكن الحمد لله فرحت للجزائر لأنه فريق عربي وشرفنا وما كنا متوقعين كذا، لكن الحمد لله الجزائر أدها وعملوا الواجب. إن شاء الله بتتأهل وراح توصل أبعد إن شاء الله، الله يوفقهم. هو شوط ممتاز وطبعا احنا بنتمنى النجاح والتوفيق للمنتخب الجزائري في بداية مشواره، وثلاث اهداف اول في الشوط الاولاني، فاول مكسب يعتبر واول تحيه يعمله منتخب عربي في بطوله كاس العالم، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. والله هو كان غير متوقع ان يطلع الشوط الاول ثلاث اهداف مقابل لا شيء، يعني بالنتيجه مفاجئه. فانا نتمنى ان هو يتواصل في المباراه وتطلع نتيجة أحسن من كده. اعتقادك المنتخب الجزائري قادر على التأهل للدور الثاني؟ نتمنى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، شكرا. إن شاء الله أحسن من كده كمان. رأيك إن شاء الله. والله ما شاء الله تبارك الله، يعني الشوط الأول كان ممتاز. يعني هجوم دفاع وسط كانت الحمد لله يعني مريحة. وارتحنا. الجزائر قادرة تأهل للدور الثاني بعد هذا؟ إن شاء الله بعد هذه النتيجة المبشرة إن شاء الله تتأهلوا للدور الثاني إن شاء الله بعون الله، وإن شاء الله أتمنى كمان الدور اللي بعد الثاني إن شاء الله بعون الله إن شاء الله بعون الله. الشوط الأول كان أداء رجولي من جانب الجزائريين، أتمنى الوصول للدور الثاني والثالث والفوز بكأس العالم إن شاء الله، نتمنى ذلك لأرض المليون شهيد. مبسوط جدا جدا جدا، أتمنى لهم التوفيق بإذن الله إن شاء الله. شكرا. أكيد طبعا كل المصريين بيشجعوا المنتخب المصري المنتخب الجزائري، وكلنا عاملين ان هم نكسب ان شاء الله الماتش ده ونعوض خسارتنا في ماتش بلجيكا الاولاني، وان شاء الله تكسب النهارده الجزائر تكسب كوريا، وان شاء الله يبقى لها حظ كويس قوي ان شاء الله. الناس هنا كيف تتابع المباراه؟ الطريقه اللي تتابع بها هل بتفاعل هل يعني طبعا احنا كلنا عرب واحنا يعتبر مصر الشقيقه للجزائر، بغض النظر عن اي حاجه حصلت قبل كده احنا دلوقتي كلنا على قلب رجل واحد ان احنا بنشجع الجزائر ونفسنا الجزائر تكسب وتصعد، لان ده شرف للوطن العربي كله، لان هي الممثل الوحيد. فاقلين يعني بان الجزائر تكسب ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب الجزائري عنده حظوظ النهارده ان هو يكسب كوريا، وربنا يسهل في المباراه اخيرا ممكن نكسبها او نتعادل ناخد نصعد لدور ال 16 ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا استاذ. رايك في الشوط الاول المفضل؟ والله المباراه جميله جدا، والجزائر فاجئتنا باداء طبعا غير ماتش بلجيكا، وده المفروض تعمله لان ده الفريق العربي هي متحمله مسؤوليه الوطن العربي كله في المونديال، فكانت واجهه مشرفه في الشوط الاول، ونتمنى ان هي تستمر على كده في الشوط الثاني ان شاء الله. اعتقد هي وبلجيكا هيطلعوا الدور الثاني، هي تستحق ان هي تطلع للدور الثاني الصراحه بالاداء اللي هي ادته في الشوط الاولاني، بشرط الاستمراريه في الشوط الثاني على نفس الاداء ونفس الروح اللي موجوده. شكرا جزيلا. الشوط الاول بعد تفوق المنتخب الجزائري الثلاثيه. والله الشوط الاول كان شوط جزائري بحت،
والحمد لله المنتخب الجزائري قدر يستغل الفرص اللي اتاحت له وبنتيجه 3. مين انت؟ كيف؟ من الامارات. انت اماراتي؟ نعم. انت بتشجع الجزائر؟ اكيد فريق عربي يعني واجب كل عربي يشجع فريق الجزائر باعتبار انه ينتمي للعرب. يعني باللي قادر يتاهل للدور الثاني؟ بعد هذا الاداء؟ والله يتوقف على اداء الجزائر في المباراه الثالثه الاخيره، ان شاء الله يتفوق في المباراه القادمه مع المنتخب ويتاهل للدور الثاني.